أنا من أوائل الناس اللي كنت في كواليس مهرجان اسكندرية سنة 78 من خلال أختي أحلام. يمكن مهرجان اسكندرية اللي حببني إن أنا أهتم في برامجي بالمهرجانات. عشت معاهم كل الدورات، عشت معاهم من 78 لغاية النهاردة. ما فيش دورة المهرجان اسكندرية ما بحضرهاش، ما بدعمهاش، ما بتكونش جزء من برامجي. شكرا على تكريمكم في اليوبيل الذهبي للجمعية، الجمعية اللي بتقيم المهرجان، جمعية الكتاب والنقاد. بشكرهم جدا ان هم بيكرموني النهاردة مع كوكبة كبيرة من الاعلاميين والفنانين الداعمة لمهرجان اسكندرية. وسعيدة النهاردة ان انا معاهم في اليوبيل الذهبي، وان شاء الله معاهم هنكمل المشوار، وهاخدكم دلوقتي ونعيش في كواليس حفلنا الليلة اليوبيل الذهبي. برغم ان صوتي تعبان وعيانة، بس ما ينفعش يبقى 50 سنة على جمعية كتاب ونقاد السينما اللي بيتعمل من خلالها مهرجان اسكندرية اللي انا حضرت فيه اكتر من 35 سنة. الاحتفالية دي وما بقاش معاهم النهاردة، ورئيس المهرجان ورئيس الجمعية أميرة أباظة الصديق الغالي، بقولك ألف مبروك. الحقيقة يعني أنا سعيد طبعا بوجودكم معايا النهاردة، لأنه أنت فعلا لك رصيد كبير في المهرجان، وخاصة في الدورات اللي أنا كنت رئيس فيها، لأنه يعني فعلا من الدورة الأولى أنت معانا، والحمد لله إحنا خلصنا الدورة الـ11 وداخلين على الـ12. وجودك معانا بيدي شيء من البهجه والاحساس، يعني احساس انك انت فعلا المهرجان ده بتاعك، انت بتحاولي تحافظي عليه، بتحاولي تدعميه، فكل ده لابد انه يكون موجود معانا في الحسبان. 50 سنه جمعيه و40 سنه مهرجان، اعتقد انها فتره طويله وفتره مهمه. النهارده بنحتفل بمرور 50 سنه على تاسيس الجمعيه اللي اسست 5 مهرجانات في 5 سنين، اسسهم كمال الملاخ، مهرجان القاهره السينمائي، ثم مهرجان اسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط، مهرجان اسوان للسينما الافريقيه، مهرجان مجاويش الدولي، ومهرجان اسماعيليه السينمائي الدولي. كل دول من الجمعيه؟ كل دول من الجمعيه في 5 سنين متتاليه، استمر منهم القاهره لغايه سنه 84، وتم نقل يعني الاشراف عليه لوزاره الثقافه، ومهرجان اسكندريه الحمد لله مستمر ومكمل. يعني مجاويش وقف، واسوان، كل الحاجات دي كان وقتها يعني بدعم من المنشآت السياحية، وبعد كده الناس بطلت تعمل الدعم فتوقفت المهرجانات. ليه ما نرجعش الأسوان ومجاويش؟ السينما الأفريقية، لأنه اتعمل فعلا مهرجان تاني للسينما الأفريقية، واتعمل مهرجان في أسوان لسينما المرأة، يعني في جمعيات تانية بتقوم بدور، وخاصة إن جت وزارة الثقافة في وقت من الأوقات قالت لك كل جمعية تعمل مهرجان واحد مهما كانت إمكانياتها ومهما كانت قدراتها يعني. فإحنا تجاوبنا وخلاص يعني، الحمد لله اسكندرية بنحاول إن إحنا نقدمه بشكل مختلف. بنحاول في كل دورة انها تكون غير اللي قبلها تماما، بنحاول ان احنا عندنا نجوم اوروبا كتير موجودين دلوقتي، نجوم السينما المصرية والعربية موجودين معانا، فاذا يعني مركزين على مهرجان اسكندرية، وان شاء الله الدورة الـ40 السنة دي كمان هيبقى لها شكل مختلف تماما. يعني 40 سنة اسكندرية و50 سنة الجمعية، اعتقد لازم يبقى احتفالية يعني تؤرخ. بالظبط، احنا السنة في الاحتفالية بنكرم رؤساء الجمعية السابقين، بنكرم رؤساء المهرجان السابقين، النجوم اللي شاركوا في دورات المهرجان وتعمل الدورات باسمهم، المحافظين اللي دعمونا وساعدونا، بعض وكلاء الوزاره والمسؤولين في وزاره الثقافه اللي ساعدونا. اعتقد ان احنا يعني بنقول لهم يعني شكرا على اللي قدمته لنا وساعدتونا فيه ودعمتونا، واحنا معاكم وانتم معانا ان شاء الله في اللي جاي. الاحتفاليه النهارده ايه اهم ما يميزها؟ يمكن الحب. يعني الحب بجد، لانه بمنتهى البساطه انا يعني من ساعه ما بدا، يعني احنا لسه الاحتفاليه ما بداتش، بس الناس كلها جايه بحب وجايه بشغف وجايه بتستعيد بعض ذكرياتها معانا، مع المهرجان، مع مهرجان القاهره ايضا، بتستعيد احساسها بالمكان وبالزمان وبالناس وبالشخصيات اللي راحت والشخصيات اللي موجوده. يعني اعتقد ان الحب هو اساس العمليه كلها. يعني في الـ50 سنة دي اهم حد كان مؤثر في الجمعيه؟ كمال ملاخ المؤسس، وطبعا الرئيس التاريخي الاستاذ الحاضر ممدوح الليسي، استاذ ممدوح الليسي، في اسماء كتير، استاذ عبد الحي اديب، استاذ محمد صالح، في اسماء كتير في المهرجان، في الاستاذ رؤوف توفيق، في الاستاذ نادر عدلي، الاستاذ وليد سيف، في مدام خيريه البشلاوي، مدام ايريس نظمي، في اسماء كتير قوي، كتير كتير. كل دول هيتكرموا النهارده؟
كل الناس موجوده النهارده او مندوبين عنهم من ينوب عنهم من ينوب عنهم يعني. فالحمد لله الاحتفاليه اعتقد اللي انا شايف اقبال غير عادي. كان الهدف ايه من اقامه الجمعيه دي؟ كان الهدف الاساسي انهم يعملوا جمعيه تقيم مهرجان القاهره السينمائي بالتحديد وقتها، على اساس انه يقدر يواجه الدنيا كلها، لانه كان وقتها في دوله معاديه عايزه تعمل مهرجان، فقالوا مش ممكن مصر بتاريخها السينمائي ما يكونش فيها مهرجان، ودولة لقيطة يبقى فيها مهرجان، فاتعمل مهرجان القاهرة السينمائي واستمرت المسيرة يعني. ازاي تحافظ على الجمعية دي انت بقى ككون ان الراية معاك دلوقتي؟ هو الحب برضو، لانه انت عارفة لو مش الحب محدش هيشتغل ومحدش هيعمل حاجة. الناس متطوعة، شغل متطوعة، فبالتالي انا شايف انه اي حد بيمد ايده وبيشتغل فهو اكيد بيقدمها بحب. اي حد بيدعمنا يعني، لما قلت للدكتوره غاده جبار ان انا عايز القاعه عشان الاحتفاليه قالت لي الاكاديميه كلها تحت امرك. ده اللي انا عايز اقوله، انه يعني كل الناس بتساعد بجد وبقلب في ظل ظروف صعبه بالنسبه للجميع، ظروف اقتصاديه صعبه يعني. لكن عايز اقول لحضرتك انه برضو جمعيه فرسان قدمت دعم مادي بيساعد في ان الاحتفاليه تتم. فاقصد اقول انه في فعلا جمعيات اهليه بتساعد، في الاكاديميه، في وزاره الثقافه، في دعم كبير جدا. استعديت لاسكندريه؟ اكيد. ايه الاستعدادات؟ الاستعدادات السنه دي بصي هي دوره لازم تكون مختلفه من كل المقاييس. عندي لاول مره مسابقه لافلام البحر المتوسط للفيلم القصير، لافلام الطفل. افلام الطفل للاسف عندنا في مصر يعني مهرجان الطفل اتقفل اللي كان في القاهره، ويعني مش واخده حقها، وعندنا مشكله حتى في انتاج افلام الاطفال. فكنا بنعمل ده، فاحنا بنحاول نقدم لاطفال الاسكندريه والنشء في الاسكندريه السينما المتقدمه اللي ممكن ما يشوفوهاش، لانها سينما البحر المتوسط صعبه كمان يعني، ما بنشوفهاش هنا، بيشوفوا السينما الامريكيه بس، ما بنشوفش لاوروبا ولا يشوف الدول الثانيه. فاحنا بنحاول ان احنا نقدم رؤيه مختلفه لهذه النوع. كمان السنة دي غيرت فكرة ان احنا بنعمل مدير فني للمهرجان كله، عملت مدير فني لكل مسابقة، بحيث انه يبقى تركيزه كله في المسابقة بتاعته، لانه ممكن اللي يبقى تركيز في على الكل ما بيبقاش تركيز حقيقي وبتقع منه حاجات. فانا السنة دي برضو عامل وجايب 3 مديرين مسابقات من خارج مصر، جايب من سويسرا عايدة شليفر، جايب من تونس نورا السرويسي كانت مدير في قرطاج، وجايب من لبنان كمان وسام لحوز. فجايب اسماء سينمائيه مهمه لها علاقه بالبرمجه طبعا. بالبرمجه، فده بالنسبه لي مهم جدا طبعا. المكرمين في الدوره؟ ايوه. لا لسه شويه، لسه ما بس انت هتكون اول حد يعرفهم يعني. لازم ان شاء الله. عايزين يمكن السنه دي عشان 40 سنه يعني، يا ريت يبقوا اكتر من كل سنه. السنه دي ان شاء الله يكونوا اكتر من كل سنه، يكون في اسماء مفاجاه، في اسماء من دول عربيه مهمه، ومن اوروبا طبعا يعني، من ايطاليا، لان ايطاليا دي في شرف، فمعانا نجوم من ايطاليا. بس انا باكد على الاسماء، ولما اكد الاسماء هعلنها طبعا. السنه اللي فاتت اخترت التيمه الغنائيه، السنه دي اخترنا الرومانسيه. الرومانسيه وبنعمل استفتاء لاختيار اهم 100 فيلم رومانسي في تاريخ السينما المصريه. يعني احنا السنه اللي قبل اللي فاتت عملنا الكوميديا، واللي فاتت عملنا الاستعراض والغناء، والسنه دي عاملين الرومانسيه. اعتقد بما انك اتكلمت عن الرومانسيه يبقى لازم ميرفت امين ونجلاء فتحي كل يوم مكانه. اكيد لهم مكان كبير. ويا ريت تساعديني انت ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى ده، لان هم دول اللي عملوا الرومانسيه، هم دول اللي اسسوا الرومانسيه فعلا في جيلهم. يعني مش اسسوا في تاريخ السينما، لكن في جيلهم، وجيلهم هو الاهم في تاريخ السينما، مع كل الاحترام لكل الاجيال. دي فتره كانت الفتره مهمه وسريه جدا. مهمه، اتمنى يكونوا معانا السنه دي بما يليق بيهم يعني. ان شاء الله. بقول لك الف مبروك، وسعيده ان انا معاك النهارده. انا كمان سعيد بوجودك. بشكرك جدا يا امير. النهارده في الخمسين سنه واليوبيل الذهبي، لو هنقول اكتر حد ليها في الجمعيه ديت، واكتر حد خدت جوائز من الجمعيه، واكتر حد عرضت افلامها واتشافت من خلال مهرجانات الجمعية، يبقى أكيد إلهام شاهين نجمة الجوائز اللي ليها 35 سنة في جمعية نقاد، اللي أنا سعيدة بيها وبقولك منورة يا إلهام. ميرسي يا بسبس، وإحنا أكيد مبسوطين إن إحنا نحتفل النهاردة بمرور 50 سنة على الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما، وهي جمعية لها كل الاحترام يعني. القائمين عليها مجموعة من المثقفين والمهتمين بالسينما بشكل كبير على مدار الخمسين سنة. طبعا في ناس بتيجي وناس بتتغير، لكن الحقيقة كلهم أسماء كبيرة ومحترمة ومهتمة جدا بالسينما،
ومهرجان اسكندرية بالذات هو ليه معانا كلنا أجمل ذكريات عشناها. كل نجوم مصر كانت بتحضر هذا المهرجان، وكان بيجي لنا ضيوف ونجوم العالم. ولسه كنت بقول للصورة أنا وإنتي هنا مين مع سعاد حسني، إليزابيث تايلور، لأنها كانت موجودة معنا في الدورة اللي هي سنة 79 في بدايات الجمعية. وكل بقى فنانيننا، يعني كان الملك فريد شوقي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي زكي واحمد زكي وفاروق الفيشاوي وسعاد حسني ونبيل عبيد ويسرى ومين ما كانش موجود، ونادية الجندي وليلى علبي، كل الاجيال، يعني هنقول اسماء من كل الاجيال موجوده. كلنا كنا بنتسابق ان احنا نبقى موجودين في مهرجان اسكندريه. والحقيقه هو ما كانش فيه وقتها غير مهرجانين مهمين، مهرجان القاهره ومهرجان اسكندريه. يعني بعد كده مصر بقى فيها مهرجانات كتير، بقى فيه بقى الاقصر واسوان وشرم الشيخ. هم عملوا مهرجان اسوان كمان سنه لو تفتكر. ايوه عملوا مهرجان اسوان فعلا. والمجاويش ما اعرفش حضرتي حاجه منه؟ انا ما حضرتش مجاويش. ما حضرتش اسوان. حضرت اسوان، كنت موجود. ف هو مهرجان عريق جدا وله كل الاحترام، وانا بالذات الحقيقه يعني انا ممتنه ليه قوي، لانه كم جايزه؟ يمكن 8 جوائز 9 جوائز اعتقد، في خمس سنين ورا بعض اخدتي احسن ممثل. خدت احسن ممثل، وانا في الاخر قلت لهم انا مش مش لازم يبقى عندي افلام بعد كده في مهرجان اسكندريه، بس كانت بتصادف ان عندي افلام كويسه، ولما بتدخل مهرجان بتعجب لجنه التحكيم. فانا عندي على الحيطه، عندي حيطه كده للشهادات للجوائز، ففي خمس سنين حطاهم ورا بعض مهرجان اسكندرية. أكيد. يعني كان أفلام من أول الهروب إلى القمة وعليه العوض ودعونتيلا وواحد صفر من قبل كمان. لا من قبل أيام الغضب. لا قديم. لا أنا بقول في خمس سنين ورا بعض. خمس سنين اللي أيام أتشوف. الغضب ده كان أول جايزة أخدها من مهرجان اسكندرية كأحسن ممثلة، ده كان سنة 89. وتعرض لي وحياة قلبي وأفراح، وتعرض لي طبعا الدورة الأخيرة، الدورة 39 كانت دورة إلهام شاهين باسمي طبعا. وده شيء كبير قوي بالنسبة لي، أن تتعامل دورة باسم فنان، ده تقدير كبير قوي لمسيرته ومشواره. يعني ده تتويج بقى لكل الجوائز والمشوار مع المهرجان اسكندرية كمان. يعني بحس ان احنا يعني مرتبطين ببعض، يعني تاريخنا مرتبط ببعض، تاريخ هذا المهرجان مع تاريخي، لان من بداياتي بدأت اخد جوائز في مهرجان اسكندرية زي ما قلت لك في ايام الغضب. يعني ايام الغضب يمكن كانت تاني جايزة في حياتي بعد فيلم الهلفوت، كان اول جايزة خدتها في مصر، وتاني جايزة على طول أخدتها في أيام الغضب في مهرجان اسكندرية. وكانت مفاجأة ليا الحقيقة. ليه؟ لأن هي جايزة أحسن ممثلة، يعني مش جايزة خاصة ولا جايزة تقديرية ولا جايزة دور تاني. الدور كان مش والفيلم كبير. يعني دوري كان في الفيلم 7 مشاهد. فده الحقيقة شيء محترم من مهرجان اسكندرية، إن قيمة الدور مش بطوله، قيمة الدور بتأثيره وبإجادة الممثل في تقمص هذه الشخصية فعلا. فدي كانت بداية انه كل ما يسافر الفيلم في مكان اخد احسن ممثلة. يعني مهرجان اسكندرية فتح لي الباب. ارتبط معاكي بالجوائز؟ ارتبط معايا بالجوائز، وحضرت كلجنة تحكيم اكتر من مرة، تقريبا 3 مرات كنت في لجنة تحكيم، مرتين كنت عضو لجنة تحكيم، مرة رئيسة لجنة تحكيم، والدورة اللي باسمي. يعني عارفة تاريخ طويل مع مهرجان اسكندرية، بحبه جدا جدا، وانا بحب اسكندرية كبلد الحقيقة. بحب بحرها. اسكندرية بلد جميلة، يعني حتى فعلا لو ما عندكيش افلام كنت بتروحي تحضري، يعني حتى لو ما عندكيش تكريم ولا فيلم كنت بتروحي مهرجان اسكندرية. على فكرة هو ده الاحترام. ان يكون لي فيلم او اكون في لجنة تحكيم او اكون متكرمة عادي ان انا احضر، لكن ان انا ما يكونش عندي اي مشاركة واحضر، هو ده الاحترام، هو ده احترامي لهذا المهرجان. وانا فعلا ببقى حريصة ان انا احضر كل الدورات، وده المفروض انه يبقى من كل الفنانين. يعني لما يبقى في فنان تاني مثلا بيتكرم او عنده جايزة او عنده فيلم او الدورة باسمه، لو كل واحد مش هيروح الا لما يبقى عنده حاجة جوه المهرجان،
طب امتى زمايله يفرحوا له، امتى صح. يحس بالفرحه في وجود كل زمايله حواليه. المفروض ان ده يبقى تقليد احترامنا للمهرجانات المصريه زي ما عندنا احترام للمهرجانات بره. وبنسافر في مهرجانات في دول عربيه احيانا واحنا ما عندناش اشتراك. كان نجوم كتير رايحين طول عمرنا احنا رحنا كتير مهرجان كان هو يعني ما عندهمش فيه اي عمل بالظبط في سنين كتير. انا فاكره كنت انا ولبلبه وليلى علوي ومحمود حميده ومحمود عبد العزيز وفنانين كتير كنا بنروح نحضر مهرجان كان على حسابنا عشان نستمتع ونتفرج على افلام ونحضر ندوات ونتعلم ونشوف يبقى عندنا ثقافه واسعه لان السينما دي ثقافه كبيره قوي. والسنين اللي فاتت في مهرجانات عربيه كتير شاركنا فيها واحنا ما عندناش اعمال فانا برضو بقى اناشد فنانينا لما يكون ما عندهمش اعمال مشاركه في المهرجانات المصريه لكن يتواجدوا في المهرجانات لان وجودهم هو ده اللي بينجح المهرجان. انا بشوف ان انت وليلى ويسرى اخر الداعمين لمهرجانات الفن في مصر. لو حد ما عندوش جايزه ما بيروحش وساعات بيبقى عندهم جايزه ما بيروحوش. فانا قلقه على مهرجانات السينما ان يجي وقت نجومنا الجداد ما يحضروش. اللي بتقوليه ده شيء يزعل قوي يا بوسي بس دي حقيقه ولاحظيها لان انا بشوفهم كلهم في المهرجانات العربيه فمن باب اولى ان هم يدعموا مهرجانات بلدهم والا يبقى عيب في حقهم وفي حقنا كلنا. ده حقيقي. يمكن حاجة مهمة كمان عايزة أختم بيها بما أننا في جمعية النقاد اللي كان فيها أسامي تخط من طبعًا. النقاد وكنتوا أنتوا كفنانين بتستنوا الإقلام دي هتكتب عنكم عشان تتعلموا من أول واحد في البدايات كمال الملاخ لما كان يكتب عن حد في العمود بتاعه كلنا نستنى ونخاف يا ترى هيكتب ايه وكان في نقاد كتير كبار بيحبوا يجوا يحضروا كمان المهرجان مصطفى درويش اسماء احمد صالح وكان عرب بيجوا قصي وكل الفكره قصي وكان في العريس ابراهيم العريس اسامي كبيره طبعا وطبعا استاذ علي بوشادي ورمزي كمان رمزي واساتذه كتير كبار. دلوقتي مش عايزه انسى العظماء لانهم كتير. دلوقتي النقد بقى لمن هب ودب النقد بقى اي عيل قاعد على الفيسبوك دلوقتي بيكتب نقد وحد بيكرهك يروح شتمك طبعا ويقول ده نقد وممكن ينقدك مش في فنك يقول لك اصلها عامله بوتوكس طب وما تعمل طب يعني يعني انت شايفه ازاي نحافظ او شكلها عجز او شكلها عجز انا عامله مكياج عجز مثلا في حظر تجول وفي الفريدو كمان بقول لك عجزتي قوي بقى طب ايه اعمل لك ايه ماشي ما دور كده ما دور كده ما دور عجوزه لا ايه النقد اللي في كلمه عجزتي لان انا مش بشوفها عني بس انا بشوفها على كل الفنانين فطبعا ده مش نقد ده قله ادب او يعني جهل. ازاي نرجع النقد تاني للمسار الحقيقي عشان نوصل ل 100 سنه لجمعيه النقاد بقيمتها اللي عدت. بصي احنا مش يعني انا دعيت كتير ان يتوقف الفيسبوك يعني السوشيال ميديا وده مش هيحصل ولانها بقت بارت اساسي احنا اللي لازم نغير نفسنا مش هما مش الفيسبوك هي ادت فرصه لناس مش متحققين وبداخلهم احقاد بصراحه انا بتكلم بصراحه فيطلعوا احقادهم دول على اي حد انت ليه مشهور انت ليه مهم انت ليه ناجح ليه انا مش زيك بدل ما تقول كده على اي حد ناجح حاول تنجح زيه حاول تجتهد زي ما هو ما اجتهد وربنا كاتب لكل واحد شيء ما نقدرش نعمم وخلقنا كده وطبقات يعني نفسي الناس تهدى شويه والمحبه تسود اكتر والاحترام يسود لان احنا كنا شعب مهذب ومحترم والحقيقه مش احنا بس هو في كل مكان انا ما بتكلمش على المصريين لان الفيسبوك ده اي حد بيدخل عليه من كل انحاء الدنيا لكن الحقيقه انا حقيقة احيانا بشوف تعليقات انا مش متابعه جيده لكن احيانا بيصادف او حد يوريني اشوفي بيكتبوا ايه مثلا فلازم نتعلم شويه الاخلاق وان يبقى في محبه بين الناس وان لما حد ينجح نفرح له ولما حد تعبان ندعي له ولما حد مات ندعي له لان في ناس انا بشوفها بتشمت حتى في الموت
فيعني احنا عانينا حتى في جنازات مثلا فيها فنانين او قرايب فنانين جايين يتفرجوا ويضحكوا رافعين الموبايلات وهم بيضحكوا، يعني ما تلاقي تزاحم اقول ده حبا في الفنان في الترند. ايوه حبا في الترند. فالسوشيال ميديا الحقيقه زي ما هي افادتنا في حاجات، وبالتاكيد هي ليها لازم يكون ليها فايده واهميه في اشياء، انها ممكن توثق حياتنا وتاريخنا ويعني ما يتنسيش، وممكن نشوف كل حاجه حوالينا في العالم بتحصل وكل جديد نستفيد منه وكل كارثه نعرفها ونتعلم ونستفيد. وفي بقى ناس اللي هي قاعده بس عشان تجرح وتشتم زي ما بتقولي، الناس فاضيه وتافهه، بس يعني مش هنديهم اهميه، يعني هنبص للجانب المضيء مش هنبص للجانب المظلم، لان مش هنعرف نعلم الناس الادب. إلهام شاهين بتحضر فيلم، هيلحق مهرجان اسكندريه؟ والله ما عارفه يا بسبس، عمالين متعرقلين شويه لان الكاست كتير قوي، وكل ما يحصل شويه استقرار يرجع يحصل تغيير، فاحنا متعرقلين الحقيقه مش عشان حاجه، الفيلم اتحضر تقريبا، لكن لان شخصياته كتير، هو احداثه في يوم واحد وناس كتير في الحاره المصريه، ولازم تبقى منتقاة بشكل صح قوي، فالمخرج الحقيقه عايز يعني يبقى بيقدم حاجه مظبوطه جدا، ف يعني بيحاول يعمل كاست زي ما هو عايز، لما بيلاقي ناس مشغوله يقول طب ناجل شويه، انا عايز الشخصيات دي، فيا رب ادعوا لنا بقى ندخل قريب، وطبعا لو يلحق مهرجان اسكندريه انا هبقى سعيده جدا. احنا بنتمنى ده. كلمه اخيره بتكريمك النهارده من المكان اللي اسعدك كتير بجوائز مهمه في يوبيلو الذهب. انا اكيد بشكرهم جدا، يعني بشكر الجمعيه المصريه للكتاب ونقاد السينما، وبشكر الامير اباظه الحقيقه على مجهوداته دايما، وقلبي معاه، انا عارفه بيتعب قد ايه في مهرجان اسكندريه. بس عايزه اقول لك انا النهارده انا دايما باجي التكريم وانا فرحانه، انا النهارده فرحتي ناقصه قوي، ناقصه خالص، الدموع باينه، وكده اقول مش عارفه افرح، ما كنتش عايزه اتكلم عشان مش عايزه اتاثر، لكن اللي احنا بنشوفه على الشاشات بقى فوق احتمالنا، يعني احنا عمالين نقول بكره الوضع هيتصلح، بكره الدنيا هتتغير، اكيد ربنا هينصر فلسطين، المساله الحقيقه تعدت كل حدود الانسانيه وخرق كل المواثيق الدوليه، وفين حقوق الانسان، وفين المجتمع الدولي، وفين الدول اللي كل يوم بتدعم، اوروبا كلها بقت بتدعم فلسطين، المجتمعات كلها دلوقتي بقت بتدعم فلسطين، لكن مفيش تحرك جاد، يعني اللي بيحصل ده طب هنستنى لغايه لما يموتوا يبقوا كام؟ ميرسي يا إلهام، مش هقدر نتكلم بعد الكلام ده، شكرا لك. كان عمري 48 سنه بس حضرت المهرجان، كان اول جايزه ليا واول حضور بفيلم ايام الغضب سنه 89، وخدت جايزه احسن ممثله. ومهرجان اسكندرية دايما يرسي قواعد جديدة، يعني أنا مش متوقعة خالص الجايزة دي، أنا حاسة إن أنا عاملة دور كويس، لكن الدور كان كله سبع مشاهد، يعني ما توقعتش إن أنا آخد فيه جايزة أحسن ممثلة، لأن أحيانا لجان التحكيم يعني لما بيبقى الدور صغير بس دور مميز قوي ممكن يقولوا جائزة خاصة، جائزة تقديرية، أو يعتبروه جائزة دور تاني، لكن المهرجان حقيقي محترم بيرسي قواعد جديدة، إن الدور مش بطوله، الدور بقيمته وبتأثيره، وكنت فرحانة جدا جدا لأن أنا كنت بقول ده من قبل المهرجان، إن أنا بقيت بطلة في السينما وعملت أفلام كبيرة، لكن بعد كده اخترت دور صغير لأن أنا مقتنعة بيه ولأني عارفة إنه ليه رسالة مهمة وهدف مهم. كان ليها الحظ إن هي أول دورة لمهرجان اسكندرية، إن نونيا تحضر المهرجان، وإنها تعاصر كمال الملاخ العظيم اللي أسس الجمعية والنهارده بنحتفل بيه، ونونيا من الناس اللي بتعشق مهرجان اسكندرية وحضرت معظم الدورات، كانت حوالي 4 مرات لجنة تحكيم، اتعرض لها أفلام في المهرجان، حصدت جوائز من المهرجان، فليها ذكريات حلوة جدا مع مهرجان اسكندرية، منورة البلبة، وسعداء ان انت عشتي العصر الذهبي لكمال الملاخ وللجمعية طبعا. يعني الجمعية في أغلب دوراتها أنا كنت موجودة، وحتى لنا حاجة شهيرة جدا الماتش الكورة اللي كان في أسوان
اللي كان فيه أكبر عدد من النجوم، يسرى والأستاذ عادل إمام ومدام نادية لطفي، نجلاء فتحي، الأستاذ فريد شوقي الله يرحمه. يعني دي كانت في مهرجان نفس المهرجان ده أكيد 50 سنة على جمعية النقاد، وانتي من الناس اللي كنتي بتسافري كان وبتقعدي مع النقاد دي وبتتشبعي بأفكارهم والنقد المحترم بتاعهم. 18 سنة دورة مهرجان كان، 18 سنة عشتها في وسط أكبر نقاد، الأستاذ سامي السلموني، الأستاذ رفيق الصبان، الأستاذة ميري غضبان، الأستاذ أحمد صالح، الأستاذ علي أبو شادي، الأستاذ وحيد حامد، أقول لك إيه، الأستاذ عاطف الطيب. لا لا يعني أنا عشت أجمل أيام السينما والمهرجانات، وتعلمت كتير من المهرجانات دي لأنه فكري نفسه اختلف وبقيت بفكر بشكل تاني. والوقت ده كان في الوقت اللي أنا ابتديت أتعدى مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب، وابتديت السكة التانية مرحلة النضوج. شايفة مستوى النقد ازاي دلوقتي؟ انت عاشرتي العصر الذهبي، وانا شايفة دلوقتي النقد ما بقاش على نفس المستوى اللي كانوا النقاد العظام دول بيوجهوكوا في ادواتكوا وفي ابداعاتكوا. دلوقتي ممكن يكون انك واحد نقد يكتب تعجزت، مش بيكتب نقد بناء او نقد مهم. النقاد موجودين واللي بيفهموا موجودين والمثقفين موجودين، هو بقى السوشيال ميديا دخلت عملت نفسها ناقدة، فابتدت تنقد بعض حاجات بتبقى لطيفة وبعض حاجات بيبقى مش عن دراسة، لأن الفنان بيقدم الأشياء اللي بتتقدم له. طبعا احنا بودينا نعمل حاجات أحلى وأحلى، لكن اللي زيي أنا بختار الدور الجديد اللي يناسبني في المرحلة العمرية دي، بختار الموضوع الحلو وبعمله. لكن طبعا أنا في إحساسي في أفكار كتير نفسي أعملها، في حاجات كتير نفسي أقدمها. ممكن نونيا بخبرتها وإحساسها بالنقد إن يجي يوم تبقى ناقدة؟ لا، أنا ممكن يجي يوم أبقى مخرجة، لأن بقيت بفهم قوي في السكة السينمائية والإخراج والسيناريو. وحتى الأستاذ الله يرحمه الأستاذ يوسف شاهين قال لي يا نونيا بتفهمي كويس قوي قوي، ليه ما بتعمليش فيلم قصير؟ جربي أعملي فيلم قصير وأنا مستني وحشجعك. لكن هو توفى قبل ما أنا أفكر أعمل فيلم قصير. والحلم ما زال بيراودك؟ ممكن يجي في وقت أفكر أعمل فيلم قصير، لأن عندي أفكار جميلة جدا وجديدة جدا على السينما. نبدأ إمتى الحلم نحققه؟ لما أبقى مش مشغولة. دلوقتي أنا مشغولة، بخلص فيلم بيجي لي عمل تاني، بخلص العمل التاني أقول ما تخليها السنة الجاية، أبص ألاقي نفسي دخلت في فيلم تاني. في وقت معين لو حسيت إن أنا عايزة أقدم الفكرة الفلانية دي هقولك أنت الأول. يعني عايزة برضه أقولك إن السنة دي هيعملوا حاجة للطفل في الدورة 40 لمهرجان اسكندرية. ازاي نونيا تساعد المهرجان في الاحتفالية الجديدة وسينما الطفل فيه؟ انا ما عنديش اي مانع اساعد بكل قوتي وبكل خبرتي، لان انا قعدت حوالي 3 سنين ما اقدمش غير للاطفال، فما عنديش اي مانع ان انا اقدر اساعد، وان شاء الله اساعد بمجهودي، ان شاء الله اساعد بحاجة دور صغير اعمله، ان شاء الله ما اعملش حاجة خالص والاطفال هم اللي اساعدهم وابتدي معاهم البروفات بتاعتهم. ما تتصوريش بحب الاطفال قد ايه، انت عارفة. انا عارفة. اخر فيلم اخر يوم تصوير ليكي كان امبارح،
كان فيلم ايه بقى؟ فيلم اسمه عائلة ماكس. واخر يوم كان يوم جميل جدا، اشتغلنا 22 ساعة عشان نخلص الفيلم، لان هينزل على عيد الاضحى المبارك بعد 15 يوم. فاتمنى ان نقدر نخلص والناس تتفرج. استمتعتي بالتجربة ديت؟ ايوه استمتعت بالشلة نفسها، كنا بنروح نضحك. واستمتعت بالدور الغريب الجديد اللي انا قدمته. اقول المفاجأة ولا نسيبها؟ اوعي خليها على فكرة مفاجأة. يا جماعة نوني عاملة مفاجأة في الفيلم ده، هتبهركوا، هتفكركوا كده بالأفلام بتاعت زمان. ها معاد الإمام عاملة حاجة عارفة. مش عارفة إذا ده هيعجب الناس ولا لا. أكيد هيعجب. يعني أنا عملت مجهود واجتهدت زي التلميذ اللي بيجتهد عشان يعمل حاجة حلوة. في انتظارك في العيد إن شاء الله. بنقول لك ألف مبروك تكريم. دعواتك يا بوسي. إن شاء الله مبروك التكريم النهاردة جدا. مرسي ربنا وتستحقيه من مهرجان اسكندرية، وإن شاء الله نكون معاكي في الدورة اللي باسمك في المهرجان إن شاء الله. يا رب. إن شاء كله الله. كله في إيد ربنا إن شاء الله. منورة كل الدين. سنة وإنتوا طيبين. عيد الأضحى قرب. باي باي. أنا حضرت أغلب الدورات، وكنت لجنة تحكيم لأكثر من 3 مرات واتكرمت، وكان مهرجان محبب لينا كلنا. بس طبعا يعني مش عارفة أقول إيه. بشكركم لأن حبيت أضحكوا الأول وأقول لكم إن أنا معلش 50 سنة 50 سنة. لما نتكلم عن العمالقة اللي أسسوا الجمعية في 50 سنة وفي اليوبيل الذهبي، أكيد أستاذ محفوظ عبد الرحمن هيكون ليه مكانة كبيرة ولازم يتكرم النهاردة، لأن أنا بشوف إن العمالقة دي هي اللي صنعت الجمعية وهي اللي كانت السبب في استمرارها 50 سنة. مدام سميرة برحب بيكي وسعيدة النهاردة انك بتستلمي تكريم استاذ محفوظ. لما اخبرني الامير اباظة ان هو هيكرم اسم محفوظ عبد الرحمن، انا فرحت جدا جدا. ان محفوظ كان كاتب راقي جدا، كل كتاباته فيها مصلحة مصر، يعني كان حاطط في اعتباره دايما مصلحة البلد، ويقول احنا لازم الاعمال اللي نكتبها تتعرض بره في البلاد العربية لازم تبقى في صالح مصر. فما كتبش أي حاجة يطلع مهرجين ولا حرامي ولا الحاجات دي، لا، كل أعماله كانت أدبية محترمة في صالح مصر. عشان كده ربنا الله يرحمه ألف رحمة. أنا عايشة بحسه لغاية دلوقتي، بسمعه تقريبا، والله بسمعه كل يوم. العلاقة اللي بينكم كانت علاقة حب حلوة جميلة جدا. علاقة جميلة. هو بيحترم جدا المرأة، بيحترم الفن جدا، وبيحب مصر جدا. كنا رايحين سينما يطبق ورقة وقلم في جيبه، ليه؟ يقول لي قد تقتي فكرة تجيلي وانا شايف الجمهور اقوم اسجلها. فكان مهتم جدا بما يحدث في مصر. ذكرياتك ايه مع الجمعية؟ الجمعية طبعا كان محفوظ فيها وكان بيكلمني عنها، والامير اباظة ده يعتبر ابن المحفوظ عبد الرحمن، كان بيجي لنا البيت كتير قوي، و بحترمه جدا، وبحترم ان هو استمر في الطريق اللي كان محفوظ ماشي فيه. فسعيده بيه جدا، وعشان كده النهارده كنت حريصه جدا لازم اجي الاحتفال. لاخر دقيقه وهو تعبان كان بيروح يحضر مهرجان اسكندريه. طبعا طبعا كان حريص انه يحضر المهرجان، وحريص انه يتفرج على افلام الشباب عشان ينصحهم، ولو جاله واحد يقول له تعالى اقعد انت عملت كذا وكذا وكذا، كان مفرد تعمل بيعلم، كان عايز يعلم الشباب الشغل الصح. فالنهاردة لما بيتكرم اسمه أنا سعيدة جدا لأنه موجود معايا طول الوقت. بخبرتك نصيحتك إيه ليهم السنة دي وهم في 50 عشان يكملوا 50 سنة صح؟ بنصحهم ينسوا عدد السنين ويشتغلوا كما لو كانوا لسه شباب، يقدموا كل اللي يقدروا يعملوه لصالح البلد. أهم حاجة يحطوا مصر دي في دماغهم، أي حد بيكتب يحط في اعتباره قيمة مصر.
طبعا مصر في العالم كله. انا سافرت بره كتير، الناس كلها بتتحكى بينا بمصر وجمال مصر، فيجب على كتابنا وفنانيننا انهم يحبوا مصر زي ما العالم شايفها. اكيد. الجديد عندك بقى النهارده في اعمال جديده، في مسرح، في سينما، في تلفزيون؟ والله في مسرحيه على المسرح القومي، بس لسه مش دلوقتي يعني، على الموسم اللي جاي. الموسم الجاي باذن الله. انا بحب المسرح قوي اكيد، وبحب اقف في المسرح يعني. يعني احنا سعداء بوجودك معانا، نشكر الجمعيه اللي خلتنا نشوفك معنا. اشكرك جدا يا بنتي، اشكرك الف شكر. والصوره حلوه قوي حبيبي، جميله، بشكرك جدا. حبيبي. شكرا. لو هنتكلم عن مهرجان النقاد ونتكلم عن الأستاذ اللي كان ليه نصيب كبير جدا في مهرجان اسكندرية، والجمعية كرمته في العديد من المهرجانات، من أكتر من مهرجان اليوم أيام كمان القاهرة، ولما كان في حتى مهرجان أسوان، لكن اسكندرية بالأخص الأستاذ نور الشريف ليه مكانة كبيرة في المهرجان ده، من خلال أعمال وندوات وجوائز ودورة كبيرة لن تنسى، دورة الأستاذ اللي كانت باسمه في مهرجان اسكندرية، فلازم في اليوبيل الذهبي يتم تكريمه. وأكيد مي الغالية هي اللي هتستلم التكريم النهاردة، برحب بيك يا مي. ربنا يخليك. كل ما بتشوفي عظمة بابا بعد وفاته، انت تعرفي عظمة بابا في حياته، لكن انها مستمرة بعد وفاته في كل تكريم بتحضرين، احساسك بيكون بايه؟ مبسوطة ان مبدئيا النهاردة عشان اليوبيل الذهبي للجمعية، فده يعني مناسبة مميزة جدا، فيبقى ليه تكريم فيها. هو كان بيحب جدا الجمعية، وان يبقى التكريم مش بس من جمعية مهمة هو بيحبها، وفي فنانين كتير هو اتعامل معاهم وعمل أعمال ناجحة موجودين النهاردة، فهي مميزة جدا. والتكريم دايما بيبقى مهم جدا، ان الفنان يحس بتقدير، ان هو بالنسبة لنا ان احنا كعيلته نحس بالتقدير لحد دلوقتي بعد وفاته بتسع سنين، دي حاجة حلوة، ان هو الناس فاكرة، الناس فاكرة فنه، الناس فاكرة الحاجات اللي عملها، وحاجة حلوة. تفتكري عشق نور الشريف لمهرجان اسكندرية ازاي؟ انا بحس ان انا يعني وانا صغيرة بحس ان انا كنت يعني من مؤسسي المهرجان، يعني احنا كنا ده حقيقي كل الدورات كنا تقريبا فيها. دايما بنبقى فيها، فلا يعني بالنسبة لي حاجة مميزة جدا في حياته. طبعا مهرجان القاهرة هو كان بيحضر، لكن مهرجان اسكندرية وان احنا نروح اسكندرية مختلف وعايشين. وانت بتقدري يعني التجمع بتاع الفنانين مع بعض، تبقى في فرصة ان هم بيقعدوا مع بعض اكتر والنقاشات اكتر، فكانت مميزة جدا يعني بالنسبة له وبالنسبة لي انا بشكل شخصي. تواجدي معاكي ومعاه ومع كل الفنانين كان مميز جدا يعني. توج بدوره كانت مهمه جدا، دي كانت اخر ظهور لنور الشريف، تكريمه دوره باسمه في المهرجان حضرها كل التلامذه، واعتقد انت كنت موجوده طبعا. انا للاسف ما حضرتش بس كنت متابعاها. الدوره دي اثرت فيه جدا وبكى على خشبة المسرح. انطباعه ايه بعد ما رجع؟ قال لكم ايه؟ ليه كان كل الشجن اللي جواه في الدورة دي؟ اعتقد ان لما انت بيتلمس قلبك فعلا بمشاعر حقيقية بيبقى قلبك حساس اكتر، فيوميها فعلا كان في مظاهرة حلوة جدا لحبه والتكريمه والفنه بشكل شخصي وبشكل فني وبشكل عملي.
فكانت مميزة جدا بالنسبة له. هل تفتكري أي ذكرى ليكي مع بابا في كواليس مهرجان اسكندرية؟ بفتكر صوري معه على البحر هو ومامي، وإن أنا أنزل وأقعد معاه وهو بيشرب القهوة وأفضل قاعدة جنبه، وهو بقى نقاشاته مع كل الناس أنا قاعدة، فكانت والقعدة على البحر يعني شارتن في اسكندرية على البحر، إحنا قاعدين هو قاعد يشرب قهوته ويعمل النقاشات بتاعته وأنا قاعدة جنبه. وكنت بتحضري ندوات أفلامه في المهرجان؟ كنت بحضر في جزء ببقى فاهمة برضو يعني حسب سني واهتماماتي. لا واهتماماتي برضو عايز أجري، أنا مبسوطة بالإيفنت نفسه يعني. لكن كنت بتعلم منه حاجات كتير، ولما كنت ببقى مش فاهمة حاجات كنت برجع وأخليه هو يشرحها لي، فكانت مميزة في كده. شايفة ما شاء الله يعني في نيو لوك جديد، ده يدل على إن في أعمال فنية جاية خالص. احنا بنتمنى مع النيو لوك ده. انا بس بسلى يعني، بحاول يعرف ايه التجدد. انا بتمنى لك مع النيو لوك. الحفله بدات وهسيبك تسعدي بالتكريم بتاع بابا، ودايما هيفضل نور الشريف الاستاذ المتوج على قلوبنا كلنا. اشكرك جدا. شكرا ليك. يعني أكتر حاجة أبهرتني النهاردة في اليوبيل الذهبي بعيداً عن التكريمات طبعاً المميزة جداً، الكتاب والاسم، الغلاف، الكاتب. ولما يبقى الكاتب عاصر كمال الملاخ وعاصر المشوار الخمسين سنة ده، أعتقد الكتاب ده هيبقى مهم جداً إحنا نعرف منه تفاصيل كتير. أستاذ سمير شحاتة مبروك تكريمك، وسعيدة أن أنا معاك النهاردة. يعني كلمني عن الإبهار، الكتاب العظيم اللي انت بتقدمه النهاردة في اليوبيل الذهبي. الكتاب هو يعني توثيق لخمسين سنة للجمعية، من بداية ما كان فكرة لكمال الملاخ وتحمس لها يوسف السباعي. ويوسف السباعي كان في نفس الوقت كان وزير ثقافة، واختاروه رئيس فخري للجمعية ورئيس فخري لمهرجان القاهرة. ثلاث سنين بعد ما الجمعية انشئت اتعمل مهرجان القاهرة السينمائي 76، بقى الجمعية 73 والمهرجان 76. ثلاث سنين اخرى احتاجتها الجمعية واحتاجها كمال الملاخ عشان ينجب المهرجان الثاني اللي هو مهرجان الاسكندرية السينمائي 79. بعدها توقف لأسباب مهرجان القاهرة، توقف الصحبة بينه الدولية لأن في بعض مخالفات ارتكبت اللي هو تدخل الرقابة وتقطيع بعض النيجاتيف، وكان دون ضد لائحة المهرجانات الدولية، فتوقف المهرجان في 80. فاضطروا ان هم يعملوا ليالي مهرجان القاهرة 80 و81، وليالي مهرجان اسكندرية برضو 80 و81. بعد كده في نفس السنتين اللي هم وقفوا فيهم المهرجانات اللي هو اسكندرية والقاهرة، عمل مهرجان الإسماعيلية، مهرجان أسوان، ومهرجان مجاويش. شوية وكان في عهد زي ما في وزير ثقافة ساعد على أن يكون في مهرجان سينمائي، في وزير ثقافة آخر مش بنفس الفكر أخذ المهرجان القاهرة من الجمعية ونسبه لوزارة الثقافة، والمهرجانات الثانية الأخرى لم تستكمل أو لم تستمر لعدم وجود دعم كافي، والجمعية إرادها محدود جدا. اللي استمر هو مهرجان الإسكندرية السينمائي في حضن الجمعية لغاية دلوقتي، يعني 45 سنة طلعوا منه حوالي 39 دورة، السنة دي هيبقى 40 دورة. نقدر نقول إن هو كرم المهرجان، عدى عليه كل نجوم السينما المصرية في الخمسين سنة، فالمهرجان سند للسينما المصرية وفي نفس الوقت للنجوم، لأنهم في النهاية لما النجم بيجيد وبيقدم حاجة كويسة محتاج إن حد يقول له شكرا طبعا. فالشكر دوما بيجي في إطار التكريمات اللي هي موجودة. أهم حاجة في الكتاب عايزنا ناخد بالنا منها. الكتاب يعني هو على قد ما هو توثيق لخمسين سنة للمهرجان، الجمعية والمهرجان حذروا من حاجة،
انه احنا كنا في وقت من الاوقات كان في بانوراما السينما المصريه، كانت البانوراما دي بيتنافس فيها افلام كتيره جدا، بياخدوا منه تصفيه 28 فيلم على الاقل. وصلنا لبعض سنوات انه ما بقاش في فيلم مصري حتى يمثل مصر في المسابقه الرسميه سواء في مهرجان القاهره او في مهرجان نزل. فكان المهرجان والجمعيه حذروا من تراجع الانتاج السينمائي المصري. احنا محتاجين يعني يا ريت ان هو ان الدوله ترجع، مش يعني اوكي بس على الاقل يبقى في تسهيلات، بحيث ان احنا الرياده اللي هي كانت موجوده، لان مش عايزين انها تنسحب مننا، او على الاقل ان احنا نرجع تاني بنفس الكم للانتاج او قريب منه، لان في فنانين يمكن 2-3 مليون شخص بيوتهم مفتوحه من السينما. فاحنا دعوه ان هو ان السينما تقف تاني على رجليها. اكيد اكتر حاجه اتأثرت بيها وانت بتكتب في الخمسين سنة يعني حصل لك شجن فين؟ والله في شخصيات، اصل حضرتك في شخصيات الخمسين سنة ده طبيعي، ففي شخصيات اسماء انا حتى كمان مخصص اسماء حفرت اسمها بتاريخ بحروف بارزة في تاريخ الجمعية. الاسماء دي احنا نقدر نقول لهم هم الراحلين، نقدر نقول لهم انه يعني انكم انتوا سبتوا حاجه مهمه جدا وفي ناس قادرين، وانه الجمعيه هتستمر طول ما فيها ناس قادرين ان هم او مؤمنين بالرساله السينما بتاعتها. تفتكر الخمسين سنه الجايين من خلال كتاباتك هينقرض منها ايه؟ حاجات كانت مهمه في الخمسين سنه اللي فاتت مش هنشوفها تؤرخ في الكتاب القادم. المنصات لان كان دايما الاعلام كان ليه دور كبير جدا، دلوقتي الاعلام اصبح في الموبايل، دي ما كانتش موجوده. السينما هتبقى ليها عايزه فكر متطور مختلف خالص غير تقليدي اللي ابتدت بيه في الخمسين سنة دي، اللي هو ان احنا نحافظ على تطور، زي ما بتتطور السينما يتطور ايضا الفكر اللي هو عشان يواكب اللي هيحصل، اللي هو العصر الرقمي والتكنولوجيا اللي داخل علينا. انا بشكرك جدا وسعداء بالكتاب، وان شاء الله يسعدنا زي ما الجمعية اسعدتنا. شكر جدا، شكرك والف مبروك على التكريم. الله يبارك، شكرا لحضرتك. شكر جدا. أجمل حاجة في رئيسة الأكاديمية إنها بتقدر الفن، مش أول مرة إنها تفتح القاعات بتاعتها بدون أي مقابل لمهرجان أو احتفالية مهمة. دي يمكن المرة الخامسة اللي جيت بشوف قد إيه هي حريصة على ده. النهاردة بعيداً عن إنها رئيس مجلس إدارة الجمعية اللي بنحتفل بيها وإنها رئيس الأكاديمية، أنا بشكرها بالنيابة عن كل أعضاء الجمعية لاستضافتك النهاردة ليهم. ده أنا اللي بشكركم على تشريفكم وتنويركم الأكاديمية، والأكاديمية الفنون دي جزء لا يتجزأ من الثقافة والفن، علشان كده أي حاجة ليها علاقة بالثقافة والفن أكاديمية الفنون بتفتح دراعاتها لأي حد. دكتورة غادة، تاتشاتك الإنسانية ليها معنى كبير إلى جانب وظيفتك، إزاي بتقدري تعملي التوليفة الحلوة دي؟ أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، ممكن حد كتير قوي ينتقدني وينتقد أسلوبي في الإدارة، إنما أنا الحقيقة أسلوبي في الإدارة واحد ومش هغيره، وأنا شايفة إن هو ده أنجح أسلوب، اللي هو إيه؟ اللي هو الحب. إحنا كل فريق العمل اللي بيشتغل معايا بنشتغل بالحب، علشان كده الحمد لله في انجاز كبير جدا بيتم. الحاجه اللي ممكن تنجز في شهر بتنجز في يومين ثلاثه، ليه؟ عشان الحب. انا لو حضرتك دلوقتي قمتي معايا في الاكاديميه ولفيتي هتلاقي الادارات كلها شغاله لحد النهارده، ليه؟ علشان نخلص وننجز كل شغلنا. فالحب بيعمل كل حاجه. تخيلي لو الواحد جاي مكان هو بيحبه، تخيلي لو واحد بيشتغل في حاجه هو بيحبها، تخيلي واحد هو بيشتغل وهو مرتاح نفسيا، تخيلي واحد بيشتغل وهو مقدر ان انا بقدره، تخيلي كل واحد بيشتغل وهو عنده ثقه في نفسه ان انا في ظهره. علشان كده حضرتك بتلاقي فيه روح كده جميله موجوده داخل الاكاديميه. دي احلى حاجه. دي ايه؟ 50 سنه جمعيه. مبروك مبروك. حلوه قوي.
مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. ألف مبروك. طبعا ده الكتاب، وإحنا سعداء جدا جدا إن يكون معايا نسخة منه في الخمسين سنة، وأكيد يعني شفتي في حاجات الكتاب طبعا ولا حاجة أول جميلة مرة. يعني أول مرة هو إن ناخده في إيدينا وجميل، لكن ما بصتيش عليه نظرة. لسه مستلمها حالا. لسه النسخ جاية كرئيس، بس حتى الغلاف جميل يعني جدا، يعني كفاية الصورتين المعبرين طبعًا على طبعًا الكتاب. لا ونبرتاري ومين سعاد، يعني في أجمل من سعاد. حاجة بجد جميلة بحقيقة عليها طبعًا. بما أنك رئيس مجلس الإدارة، شايفة الخمسين سنة أهم إنجازات الجمعية إيه؟ يا خمسين سنة ده عمر تاني. يعني عمر تاني بجد يعني. طبعا مزيد من الإنجاز، أهم نشاط بيقوم به جمعية طبعا هو مهرجان اسكندرية، وحضرتك أقدر مني على مهرجان اسكندرية، حضرتك ضيف أساسي ونشطة جدا في المهرجانات. مهرجان اسكندرية بقى مهرجان دولي بقاله فترة وله باع طويل جدا، والحقيقة كل دورة من دوراته بيبقى فيه فعاليات أكتر، بقى بيدمج الشباب بشكل كبير جدا. الندوات والحاجات المهمة اللي بتقام فيه الحقيقة ليها أثر كبير جدا وليها مردود كبير جدا. كمان عمل حاجة السنة اللي فاتت تخصني أنا باعتباري بقى رئيس أكاديمية فنون، ان اول دفعه اتخرجت من معهد السينما اسكندريه فرع اسكندريه تمت من خلال في خلال مهرجان اسكندريه، فدي كانت حقيقه حدث كان مهم جدا. الاستاذ امير استقبل الطلاب ولبسوا الارواب بتاعه التخرج واتكرموا واخدوا الدروع، والاستاذ الامير كمان اداهم شهادات تقدير من الجمعيه الى جانب الشهادات بتاعتهم، واخدوا صوره جمعيه مع جموع الفنانين اللي كانت موجوده هناك. فالحقيقه ده كان تقليد مهم جدا، لان انا بقول دايما ان كل ما ده الأستاذ أمير بيقدم الجديد في مهرجان اسكندرية، والاستمرارية بتعني النجاح، وده واضح جدا طبعا. إزاي بقى نحافظ على الخمسين سنة؟ نصيحتك نحافظ بأن احنا نشتغل ونجتهد ونقدم كل ما هو جديد، وأن احنا ما نبقاش يعني ما نبقاش تفكيرنا محدود، لازم نطلق لخيالنا العنان كده ونفكر في حاجات مختلفة وحاجات جديدة تجذب المتلقي. والمتلقي دلوقتي اللي كان زمان بقى مختلف عن المتلقي دلوقتي، وتذوق الفنون بقى مختلف عن تذوق الفنون قبل كده، والنقد بقى مختلف عن النقد قبل كده. فإحنا لازم نواكب اللي بيحصل في الدنيا كلها، لازم تبقى فعالياتنا مستمرة طول السنة، لازم يبقى لنا تأثير قوي في الحقل الفني بشكل كبير يعني، وطبعا في الحقل السينمائي بشكل أخص باعتبارها جمعية نقاد السينما. ولازم نفضل محافظين على العهد اللي اتاخد مع طبعا الأستاذ العظيم المؤسس الأستاذ كمال الملاخ رحمة الله عليه يعني. كمال الملاخ لما أسس عمل خمس مهرجانات من خلال الجمعية. تفتكري في الخمسين سنة دلوقتي بيمنعنا كل جمعية بتعمل مهرجان، نستغل الجمعية إيه إلى جانب المهرجان؟ لازم تبقى عندها فعاليات، لازم تعمل، ممكن تشترك مع معهد النقد الفني بأنها تعمل دورات أو تعمل دبلومات ورش فنية وورش تخص النقد وكل ما هو جديد. ده طبعا هيبقى بيتم بالتعاون معانا مع أكاديمية الفنون. لو النقاد محتاجين مثلا ياخدوا دورات في الترجمة المصطلحات الفنية بلغات أخرى، احنا عندنا معهد ترجمات للفنون والأداب جوه الأكاديمية هنا، ممكن كمان يستغل كده. احنا عندنا فرع في اسكندرية، فرع أكاديمية الفنون، هو الحقيقة كان فرع صغير قوي والحمد لله ربنا كرمني وبقى 10 أدوار دلوقتي. فده احنا كمان ممكن يبقى فيه توأمة كبيرة جدا ما بين معهد اسكندرية وما بين مهرجان اسكندرية، عن طريق إقامة ورش، إقامة فعاليات، إقامة عروض أفلام. ممكن كمان يبقى فيه أسابيع أفلام، احنا تربينا واحنا صغيرين على ان احنا بنحضر أسابيع الأفلام، الأسبوع أفلام الفيلم الإيطالي أو أسبوع مخرج معين مخرج أجنبي، فكان الحقيقة كانت بتبقى أنشطة فاعلة جدا ومهمة جدا. فده أعتقد أن الشباب اللي عنده شغف وبيحب السينما محتاج جدا للفعاليات دي ترجع تاني وبقوة من جديد إن شاء الله. لو قارنا بين النقاد زمان والنقاد دلوقتي هنلاقي في تدهور في قيمة الناقد اللي موجود بجد. أي حد بينقد ما بقاش عندنا الأسامي اللي تخض، لكن لما يكتب كل واحد يعمل حساب ليه. إزاي نحافظ على نقادنا؟ والله إحنا يعني طبعا كلام حضرتك مظبوط يعني، وبعدين عدد النقاد اللي كانوا بيكتبوا للسينما الحقيقة كان عدد كبير جدا. كان عندنا علي أبو شادي، وكان عندنا سمير فريد، وكان عندنا سامي السلموني، وأسماء كتير طبعا أنا خايفة الحضري، كلها أسماء يعني حتى الكلمة بتاعتها تحترم وتقدر يعني. القلم بتاعهم ما كانش بيكتب يعني إلا كل ما هو حقيقي يعني، حتى كمان الكتب والمراجع بتاعتهم وكل كتاباتهم الحقيقة بقت دلوقتي
مراجع بيرجع لها الطلاب. يعني الحقيقة احنا نشرات نادي السينما مثلا على سبيل المثال موجودة عندنا في المكتبة، مكتبة المعهد ومكتبة الأكاديمية، لأن الطلبة بيطلعوا عليه. فأنا الحقيقة يعني زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا بقى المعهد العالي للنقد الفني، ممكن من خلاله انه يحصل ده، ممكن النقاد اللي موجودين نعمل لهم زي ورش او دورات ننمي عندهم، وده مش عيب الحقيقة. لازم نطلع على ثقافة الآخر ونناقش النقد في بره مصر، علشان كمان يبقى فيه ثقافة متبادلة ونقدر نعرف ايه اللي بيحصل بره، عشان ما نبقاش بمعزل عن اللي حصل في الدنيا كلها. انا بشكرك ونورتينا يا حبيبة قلبي. انا اللي بشكرك كل سنة وانت ودايما منورة كل المهرجانات. شكرا.